حكمة المحكمة. ومن الحب ما قتل. عن جد عمار انت واحد مو بس قليل ذوق، ووقحتك ما إلى حدود، خلصنا بأفهام. ولك شو بدي افهم شو؟ انت بهذا القرار جننتيني وما عاد تركتي براسي فهم. يا عيني بعرف انه القصة صعبة عليك وانا حاسة فيك، بس هي صار لي 20 يوم عم حاول اقنعك وانت راسك مثل الصخر، شو اعمل لك يعني؟ خلص هاد قدري ونصيبي. اسمعي رغد هالكلمتين وحاجة مسخرة، ورحمة امي تحت التراب، وحياة الله يلي خلقك، إذا بدرى انك انخطبتي لحدا غير. شو صار معك يا بنت؟ لساتك عم تحكي مع هذا اللي ما بيتسمى؟ لا ماما لا، مشي الحال، اقتنع وراح بحال سبيله. اي والله اذا بيحس ابوكي انك عم تحكي مع شب وانت على وش خطبه لحتى يفسخك شقفتين. خلص ماما روقي، قلت لك ما عاد حاكيته، واذا مالك مصدقه شو في هي اخر مكالمه عم احكي مع مرام. هاتي لشوف، لانه تصرفاتك بدها 20 ناطور يراقبوكي حتى ما تعملي لنا شي مشكله مع ابوكي او مع العريس. طيب هي شفتي بعينك؟ خلص شفت، يلا ندفسي بقى ونامي، عنا فئة بكير بدي تساعديني بالتحضير لعزيمة بيت حماكي. بيت حماي؟ ليش ما بتعرفي إنهم جايين يا عيوني؟ بلا ماما بعرف، بس مدري كيف استغربت لكلمة بيت حماكي، يعني جديدة علي. ايه بكرة بتتعودي عليها، يلا تصبحي على خير. وانتي بألف خير يا أحلى حماية. عن جد صار بدها تليفون مع مرام. شو يا أم مروان؟ كيف شايفتي لي هالعروس؟ عين الله عليها، متلبكة شوي، يعني بتعرف لسه ما شافته للشب كتير. إيه العمر كله معهن، بكرة بتشوفه وبيشوفها وبيفهموا طباع بعض. أهم شي بالنسبة إلي اطمنت انه نصيب هالبنت اجا على شاب معروف عيلته بالنسبه لإلنا. اي والله يا ابو مروان، يا سبحان الله شلون هالايام بتفرق وبتجمع. شايفه شايفه يا ام مروان، يعني مين كان يقول انه جيراننا اللي سافروا من 10 سنين يرجعوا على البلد كرمال يخطبوا بنتنا. سبحان الله كاتب النصيب. اي والله الله يسعدهم ويبعث لهم ايام حلوه. حلوة ولا بشعة اللي صار أكبر مني ومنه، إيش وطالع بإيدنا؟ يا رغد هو مزبوط حكيك، بس اخطي، 5 سنين حابين بعض وفجأة تفقص القصة هيك بهالبساطة؟ لا مو هيك مرام، صار لي سنة بقول له دبر حالك، لاقي لك شي شغلة شي سفرة لحتى تقدر تفوت بعين قوية وتخطبني من أهلي، وهو ما في غير عم يقول لي ربك كريم ويبعت لي بهالشوكولا وبهالأغاني. الشاب مستني ورثة من جده. شو بيعرفنا أيمت رح يموت جده بالضيعة ويورته؟ بحياة ربك مرام لا تجد بيها انت التانية، خلص شيليني من سيرته. لك صحي ما قلتي لي شلون امك ما اكتشفت انك كنتي عم تحاكي؟ لا يا مرام محسوبتك انا. هاتي لشوف شو عملت. ولا شي، بس انا حافظة رقمه باسمك. ايوه وحاطة جنب اسمك نقطة لحتى فرق بين رقمك ورقمه اذا دقلي وانا بالصالون قاعدة مع اهلي. اصلي يا والله انك اتحالك يا بنت مالك سهلة. ولو يا مرمورة من بعضي ما عندكم. خطبت رغد للشاب الذي تقدم لها عن طريق أهلها، وكانت أسابيعهم الأولى مفعمة بالخجل والاحترام، بالتودد والتعارف وبدايات الانسجام، بالاكتشاف والتخطيط لبعض من أحلام. ملأ خطيبها وأهله حياتها من جديد، فباتت ذكرى حبيب مراهقتها عمار تتلاشى من تفكيرها، وبات هو شخص موتور فاقد لأعصابه، ذو نفسية مهشمة كباللور مكسور، يحيي الليالي على ذكر الحبيبة ويقضي نهاره يصارع رغبته الدفينة في القضاء على فرحها وسرقة شبابها منها كما سرقت منه طموحاته. ولأنه أهوج لا عائلة تمتص غضبه ولا موجها ينفس حنقه، تناول في صبيحة ذلك اليوم بعد سهر طويل بعضاً من الحبوب المخدرة وتوجه لتلك الشجرة المقابلة لمنزل رغد، حيث تشهد أغصانها على تلك الغراميات الطفولية التي تبادلها خلف جذعها. أخفى نفسه جيداً خلف الشجرة بعد أن رمى قبعة بلوزته السوداء على رأسه حتى أعلى حاجبيه،
وكانت حرارة نظراته تشعل مسافة عرض الشارع الفارغ، وهو يراقب خروج محبوبته أو عدوته رغد من باب البناء. وما إن لمح أقدامها تنزل من على الدرج المؤدي للمدخل، حتى مد يده لجيبه وقطع الشارع بغفلة ليفاجئها. عمار، شو عم تعمل هون؟ وليش هيك عيونك؟ حلفت لك برحمة أمي آخر مرة حكينا فيها على التليفون قبل ما تبدلي رقمك، بس الظاهر ما صدقتي. شو هاد اللي بإيدك؟ خرسي. لك عمار، شو عم تعمل؟ وهي برقبتك اللي وعدتيني بوسة بعد ما نتزوج. طيب عمو، الحمد لله، هي ألقوا القبض على عمار ورح يتحاكم وينال جزاته. شبك يا أبو مروان؟ مرام عم تحكي معك. إيه سمعانا. إيه لازم يبرد قلبك شوي، هاي الحادثة صار لها شهرين وهذا قدرنا يا ابن الحلال وبدنا نرضى فيه. لا اعتراض على حكم الله، بس أنا ما راح يبرد دمي لحتى أفهم شغلة واحدة. خير يا زلمة خير، شو اللي بدك تفهمه بعد اللي صار؟ قومي اعملي لنا فنجانين قهوة لإلي ولا مرام. إيه تكرم عينك، أصلاً غلاوة مرام من غلاوة المرحومة. عمي مرام. تفضل عمو. في شيء لازم أعرفه لحتى أرتاح. خير عمو، بشو بقدر ساعدك؟ عمي، كلمة ورد غطاها، لوين كانت واصلة علاقة المرحومة باللي ما بيتسمى؟ شلون يعني عمو؟ بنتي، الله يرضى عليكي، انت فهماني قصدي منيح وبتعرفي شو عم احكي، لهيك جاوبيني وريحيني. عمو من الاخر، المرحومه رغد كانت مربايه على الغالي وما بتعرف الغلط، بس انت بتعرف الوحده فينا، يعني قبل ما تفوت على الجامعه كيف بتكون فايره ومفكره حالها رح تاكل الدنيا بسنانها. هي وياه بتعرف يعني كانوا يحكوا تليفونات مع بعضهم من 5 سنين، يعني من لما كانت بصف 11 قبل ما تفوت على المعهد وتتخرج. المعنى عمو، رغد ما كانت تخبي عني شيء، ولو صاير شيء بيغضب ربنا لا سمح الله، اكيد كنت حسيت عليها. لهيك يا عمو اطمن ولا تخلي هالفكره تشغل لك بالك. طمنتيني، الله يطمن بالك، لانه بتعرفي عندها لسه اخوات صغار وحكي الناس ما بيرحم يا عمو، ولهيك هي القصة تركها علي أنا والصبايا رفقاتنا. طيب شو بدكم تعملوا؟ عملنا وبلشنا، كلياتنا عنا صفحات على السوشيال ميديا، وفي منا صفحات عامة عليها فولوورز كتار، كل وحدة صارت تكتب عن تجربتها مع المرحومة رغد، وتأكد يا عمو، تأكد من دون ما نتقصد هذا الشيء. صرنا نكتب عن رغد إنها مثال للصبية المحترمة والمتوازنة والمرباية. لك أنا ما كان حارق لي قلبي غير إنه ليش خبت علي هالعلاقة، كنت استقبلته لهالشب وما خليت الأمور توصل لمطرح ما وصلت. لأنه ما كان بدي تبين قدامك ما بتعرف تختار. عمو، عمار كان عطال بطال، وكل الوقت كان يوعدها إنه ناطر وردته من جده بالضيعة لحتى يقدر يوقف على رجليه ويجي يتقدم له، وما كان يوفي بوعده. لا حول ولا قوة إلا بالله، لكان هيك أحسن. والله معك حق يا عمو، بس الوحدة فينا أحياناً ما بتقدر الموقف صح. على كلين الله يرحمها، شو طالع بإيدنا هلأ؟ ولا شيء غير رحمة الله الذي لا يحمد على مكروه سواه. صعبة وملتبسة تلك القضايا التي تخص الشباب والفتيات في ريعان فتوتهم، وخصوصاً عندما تنتهي بهذا الشكل المأساوي في مجتمعات ما زالت لم تستطع التغلب على كتمان أسرارها، ولم تتصالح بعد بين تطور زمانها والتشبث بأعرافها وقيمها.
سيدي القاضي، حضرات السادة المستشارين، إنه لأمر اعتيادي أن نقف أمام مقامكم الموقر طالبين تحقيق العدالة وإنزال العقوبات بحق كل من يقترف جرماً بحق الأفراد والمجتمع ناجماً عن دوافع دنيئة ووضيعة. لكننا اليوم نقف أمام عدالتكم طالبين وبتشدد أكبر إنزال العقوبة الأقصى بحق من أقدم على ارتكاب أشنع الجرائم مدلساً إياها بأجمل وأنقى الأغلفة، ألا وهو الحب. إن هذا الوحش الذي يقف أمامكم سيدي القاضي لا يملك من الإنسانية شيئاً حتى يدعي أنه يحب ويعرف الحب. فعن أي حب نتحدث لمن يكيل التهديد والوعيد للمغدورة رغد بأنه إن لم تكن له زوجة سيقتلها؟ عن أي حب نتحدث عند من يحمل سكين غدره لينحر بها المغدورة رغد كما تنحر الشاة؟ لكل ما تقدم ولكل ما يراه مقام محكمتكم الموقرة عدلاً، نلتمس إنزال أقصى العقوبات المقررة بحق المتهم عمار، ألا وهي الإعدام. بس أنا ما كان بدي أقتله، ما بدي أقتله. سكوت يا متهم، أحسن ما طالعك برات القاعة. تفضل يا محامي الدفاع. سيدي القاضي، السادة المستشارين، لم تترك النيابة العامة إثماً وقباحة إلا ونسبتها لموكلي على نحو فيه من الظلم الكثير. جمعت موكلي بالمغدورة رغد علاقة حب كانت في طريقها لتتوج بالزواج. كان فيها الموكل مثالاً للشاب المحب المخلص الوفي لمحبوبته، وهذا بشهادة ومعرفة كل من عرفهما عن قرب. إلا أن المغدورة رغد لم تطق انتظاراً لموكلي الذي كان يصل الليل بالنهار ليتمكن من التقدم للمغدورة رغد ويطلبها من أهلها، والذين كانوا بدورهم يرغبون بتزويجها لعريس رأوا فيه أنه مناسب لها دون النظر لرغبتها هي. وبعد أن تمت خطبة المغدورة رغد، لم تتمكن هي كما موكلي من انتزاع فتيل الحب الذي جمعهما وبقيا على تواصل، إلى أن قررت المغدورة رغد الغدر بموكلي لتخبره بأنها ماضية بزواجها وأنه لم يعد يعني لها شيئاً، ليقوم هو وفي لحظة غضب بتهديد المغدورة بسكينه دون قصد إيذائها وتصاب بها مفارقة الحياة. سيدي القاضي، إن موكلي عمار يعاني من اضطراب نفسي حاد بعد رحيل المغدورة رغد، وقد تعرض لصدمة نفسية قد لا ينجو منها، وهذا إن دل على شيء فهو يثبت وبما لا يدع مجالاً للشك بحبه العميق للمغدورة وعدم توافر قصد القتل لديه. الأمر الذي نلتمس من مقام المحكمة الموقر الأخذ به بعين الاعتبار، ملتمسين الرحمة والشفقة لموكلي ولكم كل الاحترام. الجلسة الآن للنطق بالحكم باسم الشعب، وبعد الاطلاع على مطالعة النيابة العامة وسماع جهة الدفاع عن المتهم عمار، وبعد تلاوة كافة الأوراق ووثائق الدعوة وبالمراجعة والتدقيق، حكمت المحكمة حضورياً بالإجماع ما يلي: أولاً، تجريم المتهم عمار بجناية قتل المغدورة رغد عمداً وعن سبق الإصرار والتصميم. ثانياً، الحكم عليه من حيث النتيجة بالإعدام قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بطريق النقد صدر وأفهم على بس والله أنا بحبه. حكمت المحكمة.